بالنسبة لمزارع مثل محمد فإن الأسوأ قد تحقق. اجتمعت عوامل الحرب والجفاف على محصوله من القمح، القصف العشوائي أحرق أكثر من نصف حقله، وقضى الجفاف على غالبية ما تبقى. هم بسبب الحرائق هذا عم نحصد المحاصيل. قبل الحرب كان محمد يبيع محصوله من القمح سنويا للحكومة السورية، لكن بعدما خرج ريف حلب عن السيطرة أصبح يبيع محصوله الذي انخفض إلى الربع لتجار سوريين أو أتراك. وهذا ما حصل لغالبية مزارعي القمح في سوريا، ويتوقع خبراء أن الأسوأ قادم مع انخفاض محصول القمح السوري إلى ثلث مستوى ما كان عليه قبل الحرب، ويمكن أن يتراجع إلى أقل من مليون طن للمرة الأولى منذ 40 عاما. قبل عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط، ما يكفي لتلبية الحاجات المحلية وتصدير كمية إلى الخارج. أما حاليا فإن التوقعات تشير إلى أن المحصول سيتراوح بين 1 مليون و1.7 مليون طن في أفضل التقديرات، التي تعتبر أشد تشاؤما من تقديرات الأمم المتحدة. كانت الحكومة السورية تشتري 2.5 مليون طن من القمح المحلي مباشرة من المزارعين لتوزيعه على مخابز ودعم المخزون الاحتياطي، لكن أرقام المشتريات تراجعت بشكل كبير مع خروج مساحات شاسعة عن سيطرتها، وخصوصا محافظات الشمال السوري الحسكة والرقة ودير الزور. كان يطلق عليها سلة سوريا الغذائية، فالرقة التي تسيطر عليها القاعدة اليوم كانت تنتج وحدها ربع محصول سوريا من القمح، أما الصوامع التي تشكل مخزون البلاد الاستراتيجي نهبت غالبيتها على أيدي مسلحي القاعدة وتجار الحرب. مريش حادة، العربية.